الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في زوكسولوجي في سأوتوكية العذراء في يوم الأربع بتقول الله الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. الله الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبه العذراء فأفاض كل ما في قلبه للبشرية في شخص العذراء. ده سر تمجيد الكنيسة ومحبة الناس للعذراء، لأنه ما أنعم الله عليها هو ما في قلب الله للإنسان. يعني إيه العذراء أمنا بالنسبة لنا؟ إحنا بنبص للعذراء ونشوف كل عطايا الله الآب ليها ونقول ده نصيبنا برضك. لكن العذراء فريدة إنها أول من كشف لينا إيه محبة الآب دي. يعني فعلا العذراء بالنسبة للمسيحية هي رؤية صافية جدا لما في قلب الله للإنسان. يعني العيد أنا هكلم في الحتة دي، إن العذراء كشفت لنا ما لم يستطع أي نبي ولا ملاك في العهد القديم، إنه يكشف إيه اللي في قلب الله للإنسان. لما الآب تطلع وما فش ما لقاش غيرها، أفاض أحشاؤه على العذراء. أول حاجة العيد اللي احنا بصدده النهاردة عيد صعود جسد العذراء، مكتوب إنه الله لم يشأ أن يبقى جسد العذراء على الأرض. طب يعني قبر العذراء دلوقتي شكله إيه؟ قال قبر فاضي، قبر فارغ. طب ده زي مين؟ زي المسيح، قبره فارغ. عشان كده بنقول إن المسيح هو باكورة الراقدين، أول من قام. طب وبعدين ما جسد العذراء ما هو مش موجود في القبر. طب وقبر العذراء شكله إيه النهاردة؟ قال لك كنيسة، قبر العذراء كنيسة. طب هو دوت نصيبنا إحنا برضك؟ آه. طب قول لي إزاي؟ أقول لك أنت ما سمعتش المسيح ببقه قال إنه ستأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الإنسان فيخرجوا ويصيبوا قبورهم فاضرة. إذن العذراء حازت النصيب بتاعنا، إن قبورنا هتبقى فاضية وهتبقى كنيسة، وياما ياما من الدسين قبورهم بقت مزار وبقت تطلع من القبر روائح طيب. ده نصيبنا المعد لينا. زي ما بقول العذراء نالت كمال عطايا البشرية اللي كان الله شايلها في قلبه. ايه تاني؟ دخلت البشرية في شخص العذراء في شركة فريدة جدا مع الله، شركة الأسرة، العيلة. يدعى الله مولود من امرأة، تدعى امرأة أم لله. دي العلاقات الأسرية، ده أب وابن وأم، ده احنا كنا فاكرينها بتاعت الناس. العذراء أول من كشف إن الله في قلبه إنه يصير ابن للإنسان، إنه يصير أخ للبشرية. ما في نبي ولا ملاك استطاع إنه يكشف أعماق الله في الحتة دي.
أبدا. أعظم من في أنبياء العهد القديم الذي دعي مثلا خليل الله، صاحب الله، موسى كليم الله اللي بيتكلم مع الله، كله حاجات عالية جدا، ولكن اللي حازته العذراء أم الله، ودخلت في العلاقة الأسرية دي، بقت العذراء من عيلة الله أو بقى الله من عيلة العذراء. طب دي علاقة فريدة جدا. طب وإحنا لينا نصيب في دي كمان؟ ما سمعتش إنجيل النهاردة والمسيح بردك ببق المبارك بيقول إيه؟ الذي يصنع إرادة أبي هو إيه؟ هو أمي، أخي وأختي وأمي. إذن العذراء كانت بكورة إن إمكانية البشرية نتخش في عائلة الله. طب وإحنا؟ إحنا صرنا رعية وأهل بيت الله. ما لازم بقول لك إحنا مجتمعين ليه النهاردة؟ أبي نمجد العذراء وخلاص؟ لا، دي العذراء دي زي ما بقول لك فتحت لنا أعماق الله. يعني تشبيهات بديعة، السلم اللي وصل ما بين الأرض والسماء. طيب إيه تاني؟ الاتحاد الفريد اللي اتحد بيها الله في جسم العذراء، الوحدة. يعني تخيل معايا منظر العذراء كده وهي حاملة المسيح، وهي حامل يعني، لما كانت مثلا بتروح تزور اليصابات كان فين الله؟ كان موجود جواه. فينه يعني؟ المتحد بجسمها هو. طيب لما كانت بتنام كان معاه، لما كانت بتتكلم كان معاه. ايه الوحدة دي؟ وحدة فريدة جدا. تصدق ان دي كانت زي ما بقول لك في قلب الله ان يتحد مع الانسان هذا الاتحاد الفريد ويفضل جواه. بردك سمعناها منه لينا احنا، يقول لك ايه؟ الذي يثبت في كلامي، يحفظ كلامي، يثبت فيا وانا فيه. من ياكل جسدي ويكون فيا وانا فيه. يعني ايه يكون فيا وانا فيه؟ يعني به نتحرى وبه نحيا وبه نوجد. طب وايه العذراء؟ العذراء اول من كشف لينا سر الله انه يريد الاتحاد الكامل ده. شفتوا العذراء بقى بالنسبه لنا ايه؟ بكوره عطايا الله ليا، للبشريه، للكنيسه، للمسيحيين. العذراء ما هياش يعني غريبه ولا بعيده عننا. طب العذراء امه، وسمعناه اللي هيحفظ كلامه هيعمل ارادته يستطيع ان يدعو الله، او الله يقول ده امي. كل اللي هيصنع اراده الله، ان كانت ست هيقول انت امي، ان كان راجل هيقول انت اخي. وزي ما كنت بقول في الصبح، ايه رايك في التعريف ده؟ يعني واحنا داخلين السماء تقدر تقول لما يسالوك السمائيين ده جاي منين ده، تقول له انا اخو يسوع، انا ام يسوع. هو قال كده. طب مين اللي هيستطيع يقول كده؟ اللي يزي يعمل إرادة الله. زي ما بقول لك في العهد القديم كانت في محاولات، يعني تقرب الله لإبراهيم وتكلم معاه قوي، ومن قبله تقرب لأخنوخ وتقرب معاه قوي وخده لملك صادق. كان في عينات يعني فريدة قوي في البشرية، ولكن دي تروح فين؟ مع اللي أكمله الله مع العذراء. تكلمت عن القبر الفارغ، وتكلمت على العائلة، عائلة الله، وتكلمت على الوحدة الفريدة. إيه رأيك؟ ما ده نصيبنا، ده نصيبنا إن نحن عملنا مشيئة الله. طيب سمعنا من التقليد ومن المزامير ان العذراء لما جه رب المجد وخد جسدها وصعد بيه على السماء
هتسمع الكلام ده في السمكسار بكرة، إنه جلست عن يمينه، صار مكان العذراء مكان فريد جدا. النبوات كان زمان بيقول جلست الملكة عن يمين الملك، وفي طقس الكنيسة الأرثوذكسية تملي تلقى العذراء على اليمين. طيب ده المكان الفريد ده حلو قوي للعذراء. طب واحنا قال كده، اقرا كده في سفر الرؤيا، من يغلب فساعطيه ان يجلس ايه معي في عرشي. يعني اللي خدته العذراء في شخصها ما هو الا باكوره لينا احنا برضك نصبنا مع عرش المسيح، بس لمين؟ للي يغلب. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ يعني احنا مدعوين ان احنا نبقى اصحاب قبر فارغ، مدعوين ان احنا نبقى في عائله المسيح، مدعوين نبقى في الوحده دي، مدعوين ان احنا نجلس معه في عرشه. طب وايه العذراء بقى بتعمل لنا ايه دلوقتي؟ هي جالسه عن يمين الاب، ناظره الينا من الاماكن العلويه، بتشفع فينا. طب اسال سؤال، هل العذراء دخلت الفرح الكامل؟ بالتاكيد لا، مستنيه ايه؟ مستنيه اولادها. انتوا امهات واباء، مين ام في الدنيا تقدر تاكل وابنها بره لسه ما جاش؟ ده الام البشريه بتقدرش تعمل كده. إذن احنا عرفنا ان المسيح ان في عرس سماوي وفي وليمه سماويه. تصدق ان الوليمه دي لن تكتمل الا بيك وبيا؟ فالعذراء زيها زي اي ام مستنيه، عماله تشجع في اولادها انه ييجوا وياخدوا النصيب بتاعهم. الكلام ده مكتوب في سفر الرؤيا، سالوا رب المجد حتى متى؟ حتى متى؟ لغايه امتى هنفضل مستنيين والعرس ما ابتداش والوليمه ما ابتدتش؟ رد المسيح وقال لهم ايه؟ حتى يكمل العبيد رفاقكم. تصدق ان العذراء مستنيانا فعلا وبتشفع فينا؟ وبعدين كل التمجيد اللي احنا مجدناه للعذراء ده، تقول لك تعال انت ليك نصيب بردك انك تبقى ام لله، انت ليك نصيب تبقى قبرك فارغ، انت ليك نصيب انك تبقى في الوحده الكامله، ليك نصيب زيي بالظبط، تتحرك بالمسيح، تتكلم بالمسيح، تبقى ام للمسيح. نسميها الكنيسه الشفيعه المؤتمنه لجنس البشر. ان كان المسيح في المثل الوزنات قال لك اللي كسب قال له كن انت على 5 مدن والتاني كن انت على 10 مدن لانه تاجر وربح. طب والعذراء استأمنها المسيح على اي مدينه؟ استأمنها على جنس البشر، فهي شفيعه امينه، ام تشفع فينا نكمل جهادنا. بس بقول لك مش من بره، ده انت بتبص للعذراء وتبص للنصيب الفاخر وتتشجع تقول يلا انا ليا نصيب فدي. طب وهي بتعمل ايه؟ هي زي الام مستنيه، بتشجع اولادها، بتتضرع على الله انه ينجيهم. شفيعه كانت لكل الشهداء، كملوا جهادهم. لما الرسل الأطهار عاشوا مع المسيح وحبوا يكتبوا عنه، كتبوا وبعدين جم على الآخر على يوحنا الحبيب، قالوا له ما فيش حاجة تانية غير اللي كتبها القديس متى والقديس مرقس والقديس لوقا، ما فيش حاجة تانية؟ قال لهم لا في تاني. قالوا طب قول لنا. قال لهم إيه؟ الذي رأيناه بعيوننا وشهدناه ولمسته أيدينا هذا نخبركم به لكي يكون لكم شركة. طيب أنا بقى بقول طب لما تيجي تسأل العذراء قول لنا حاجة عن المسيح، اكتب لنا كلمة عن المسيح. ده أنت أول من رأى المسيح، أول من سمع صوته، كتبت إيه العذراء؟ ولا حاجة. طب ده اللي كتبوه يوحنا الرسول بلغ أقوالهم أقطار المسكون،
لا العذراء مجرد صورتها بقت كفاية، بقت كراز. مين في العالم النهاردة يشوف صورة العذراء يقولك دي أم الله؟ مين ما يعرفش دي؟ ممكن ناس ما قرتش الإنجيل، ممكن ما قروش كلام يوحنا ولا كلام القديس لوقا ولا ما قروهوش ما يعرفوش، لكن مين في العالم يبص على أيقونة العذراء ما يعرفش إن دي أم المسيح؟ إذن اللي أنا عاوز أقوله لا مش كتابة، لا العلاقة مع المسيح أيقونة. إحنا مدعوين إن إحنا نبقى أيقونة بتشهد للمسيح. اللي أطعمت المسيح من جسمها وسقته نالت النصيب الفاخر، بردك إحنا مدعوين إن إحنا نطعمه ونسقيه في عطشه وجوعه. زي بقول لك اللي ما نالته العذراء هو نصيبنا المعد. نشكر الله إن صارت لينا أم حقيقية بتشفع فينا الليل والنهار، نتضرع إلى الله بشفاعتها إنها تكمل جهاد كل إنسان، تشفع فينا عن الضالين والمربوطين من جهة رباطات الشياطين. يا ما ناس إحنا خدام للمسيح، ويا ما بنقف قدام شخصيات وضيقات ما لناش فيها حل، ما لناش فيها صرفة، ولكن بنلتجئ إلى الله بشفاعته، فهي شفيعة أمينة. بنقول لها اشفعي عند الله الآب لكي يجعل أبواب الكنائس مفتوحة. إحنا برضك في كنيستنا بنتشفع بالعذراء إن يفتح لينا أبواب الكنيسة الجديدة. تشفع فينا أمنا لكي ننال نصيبنا المعد منذ تأسيس العالم. لربنا المجد إلى الأبد. آمين.